نروح نشوف أيضا تقرير آخر مع براعم 2012. الحمد لله الأداء النهاردة كان بشكل كويس مرضي لنا جميعا. احنا الحمد لله شغالين كجهاز فني ان احنا نشتغل الأول على التطوير ونشتغل ان احنا اكيد التطوير هيجيب النتائج. الحمد لله واصلين بعدد كويس جدا من المجموعة اللي معانا الفرقة، ان احنا عندنا مجموعة كبيرة الحمد لله قدرنا نوصل بيهم لمرحلة معينة من التطوير، ولسه عندهم ان شاء الله احسن من كده بكتير ان شاء الله. يعني احنا على طول يعني هدفنا احنا كجهاز فني ان احنا، ودي طبعا تعليمات الكابتن بدر والكابتن محمد شوقي والكابتن وليد سليمان، ان الولاد تنزل تتبسط ويبقى ادائهم كويس ويلعبوا باريحيه. طبيعي المرحله السنه دي مرحله تعليميه، فطبيعي ان احنا بناكد عليهم وبنشتغل معاهم طول الاسبوع على الحاجات اللي احنا بنطلبها منهم، وهم الحمد لله بيجوا في وقت المباراه بيادوا. في ساعات بيبقى لسه شويه الاداء مش احسن حاجه، لكن بيوصلوا لمرحله معينه ان شاء الله. يعني الحمد لله الواد ماشيين بشكل كويس، الاداء كويس كان كويس جدا، ودي اهم حاجه احنا بنبص لها. طبيعي الاداء لما بيبقى كويس بيبقى في نتيجه كويسه، والولاد ادوا اللي عليهم. احنا اللي احنا اتكلمنا معاهم في المحاضره او شغالين على طول الاسبوع، الولاد قدروا ينفذوه بشكل كويس، ودي كانت اهم حاجه بالنسبه لنا. يعني السن الصغير ده ما انت بتتكلميش معاه كتير، هي اهم حاجه كل الكلام كله يبقى تحفيزي، وبتتعامل مع الولد نفسي مش اكتر من كده، لان السن ده مش محتاج اي ضغوطات. احنا بنتكلم مع الولاد لازم نبقى هاديين، اللي اشتغلنا عليه طول الاسبوع نحاول نأديه في الماتش، يشتغل شغلنا الطبيعي اللي احنا اتعودنا عليه ونتمرن عليه، وبس ده اللي بيبقى الكلام مع اللعيبه يعني، وبالتالي ده بينعكس على الولاد، بيبقى نازل هادي وبيقدر يأدي بشكل كويس. طبيعي بص كل ولد عنده امكانيات وكله القدرات مختلفه من ولد للتاني، احنا دورنا كمدربين ان احنا نشتغل على امكانيات الولد ونحاول نطور الامكانيات اللي عنده، ده دورنا احنا. والحمد لله احنا عندنا الكواليتي في الفرقه لعيبه كويسه جدا، وان شاء الله يبقى حاجه كويسه وكمان مستقبل للفريق الكبير في اللي قدام باذن الله. الحمد لله كسبنا بنتيجه حلوه وادينا اداء حلو، والحمد لله يعني كسبنا بفوز 8-0 او 9، يعني الحمد لله عملنا كل حاجه في الكوره، كنا بنضغط من اول دقيقه عشان نكسب. الحمد لله يعني كنا لعيبه حلوه يعني، وادانا بشكل كويس، ومن اول دقيقه الحمد لله ضغطنا وحققنا الجون الاول والجون الثاني على طول في اول الماتش. الحمد لله احنا كنا كويسين، ادائنا كان كويس النهارده، بدانا الشوط جبنا جون في اول 3 ثواني، يمكن ده اسرع جون جبناه السنه دي. الحمد لله كنا كويسين، والحمد لله يعني الحمد لله كان اداء كويس، واشكر فرقتي على الاداء اللي هم عملوه والنتيجه. والحمد لله الكابتن قال لنا ان احنا كنا كويسين النهارده، واحنا واخدين الامور بجديه. الكابتن قال لنا ان احنا الماتشين اللي فات ما كناش احسن حاجه، والحمد لله نزلنا فرحنا الكابتن بينا وكسبنا الحمد لله. النهارده انا صليت، بعد كده رحت النادي، رحنا القناه الفاتحه ونزلت، كنت مركز قوي. بعد كده عندنا كله بتوفيق ربنا الاول، بعد كده بتوفيق صحابي، نزلنا ولعبنا وجبنا جوان، كسبنا الماتش، جبت جونين. الجون الاول انا لعبت، هو لعب لي الكوره شريتها دخلت في الجول، الجون الثاني ضربه جزاء. الحمد لله بدانا الماتش ناويين على المكسب، فدخلنا ضاغطين كويس، والحمد لله سجلنا في الاول وسجلنا الثاني والثالث وكتير يعني، الحمد لله على المكسب.